الصيدلية النبوية مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مستمعين الكرام معنا حديث هام جدا قطفناه من الصيدلية النبوية، وبما أننا نعيش رمضان وأيام الجميلة، كثير من الناس يحرص على إنه دعوته تستجاب، وأنا حعطيك وقت في رمضان بإذن الله مضمون فيه الاستجابة 100%، لكن بشروط معينة. كثير من الناس وقت ما يأذن المغرب وقت الفطور يكون مشغول، ينشغل بالآكال والمشروبات، ويحاول دائما أن السفرة تكون مليانة وتكون كل الصحون قدامه، ينشغل بهذا الأمر. جيبوا الشربة من المطبخ، جيبوا السمبوسة، العصير قربوه مني، أعطوني كاسة. تعرف أنه هذا الوقت وقت إجابة الدعاء؟ اسمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. أنت تعرف إيش يعني هذا الكلام؟ لا ترد دعوتهم، يعني دعوتهم مستجابة. من هم يا رسول الله؟ الإمام العادل والصائم حين يفطر. هذا اللي إحنا نبغاه، الصائم حين يفطر. وقت الفطر ترى وقت إجابة الدعاء مؤكد 100%. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا أخي ماذا تنتظر إذن؟ إذن أنا نصيحتي لكم، ما ننشغل على وقت الأذان أو قبل الأذان بشوية بالآكال والمشروبات والأطعمة، راح تأكل وراح تشبع يا ربي لك الحمد، لكن احرص على الدعاء عشان تستجاب دعوتك. طيب كيف تستجاب؟ لابد أن يصاحب الدعاء حضور قلب وتلذذ. لا تدعي ربنا بقلب لاهن غافل، لا تدعي ربنا وانت مسرح بالك مشغول، لا، لازم تدعي ربنا وانت خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى، ذليل منكسر بين يديه، رافع يدينك للسماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن يا أخي أنت تعرف أنك لو رفعت يدينك ربنا يستحي يردك صفر؟ هذا دعاء، هذا حديث عظيم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشروط المهمة التي تساعدك في إجابة دعائك أن تدعو ربنا وأنت موقن بالإجابة، موقن أن ربنا سيستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. صدقني في كثير من الناس ما تستجاب دعوتهم. تعرفوا ليش؟ تعرفوا ليش؟ أنا أقول لكم، لأنه يدعي ويقول: يا أخي والله أنا حدعي وما أدري عاد تستجاب دعوتي ولا لا، ما هم متأكد، ما عنده ثقة، يدعي على سبيل التجربة. هذا خطأ كبير جدا، وهذا أحد أهم أسباب عدم إجابة دعائك، إنك تدعي ربنا وإنت ما أنت واثق إنه حيستجيب. والله 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 إذا كان عندك اليقين هذا اللي أوصانا به النبي، إيوة راح تستجاب دعوتك. أنا أحلف هنا وأجزم تفاؤلا بالله وثقة بالنبي وبحديثه صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي نحاول نعلم أنفسنا، نروضها، ندربها، نمرنها على إننا ندعي ونحن متأكدين تمام التأكد إنه ربنا حيستجيب. صدقني إن رسخ هذا اليقين في قلبك فأبشر بالاستجابة. أنا أقولها لكم وأنا مسوي هذا الشيء ومجربه. إذن أنتوا رسخوا هذا اليقين، خلي اليقين كذا يجري في دمك، خليك متأكد، خليك واثق من ربنا. يا أخي إذا لم تثق بالله فتثق بمن؟ نحاول نترك موضوع التجربة والثقة المهزوزة وما أدري دعوتي حتستجاب لكن حدعي حاول، هذا الكلام ما ينفع، هذا الكلام ما يمشي. لابد أن تعامل الله سبحانه وتعالى، عامل ربك باليقين عشان يعاملك ويعطيك الاستجابة.
يعاملك بالتعامل الطيب ويعطيك على قدر دعائك، إن كان دعائك فيه يقين فسيستجيب سبحانه وتعالى. وأنا أختم بهذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، وأجب دعواتنا يا رب العالمين، في أمان الله.